لا خويا خصنا نعرفوا واحد القضيه على الانترنت بارساتيليت. الانترنت بارساتيليت الخوت كنخدموا به في حاله وحده ملي تكون شي جبال شي قنت اللي ما تيكونش واصل ليه لا دياسل. كاين في المغرب بزاف د المناطق ما تيوصل لهم لا دياسل. كاينين في المغرب بزاف ديال لي زوتيل كيخدموا مع هادو اللي تيكونوا في جهه وارزازات شي قنوته في جهه وارزازات شي قنوته في جهه مثلا نيت هيتو بقال هذا ما تيكونش واصلهم لا دياسل لصعوبه التضاريس ما كيكونش واصلهم لا دياسل ما تيكونش واصلهم الفيبر اوبتيك. الوغ هادو الحل الوحيد هو انهم تيخدموا بكونيكسيون بار ساتيليت. هاد الناس اللي كيخدموا بالكونيكسيون بار ساتيليت اللي انت كتهضر عليها ما كنهضرش على المشروع ديال ايلون ماسك هادشي راه ما تنهضرش عليه باش ما تخلطوش الله يرضى عليكم. انا تنهضر انا حيت هو قال لك شركه مغربيه ودابا راه بزاف الشركات مغربيه ولا كيقدموا الانترنت بار ساتيليت. هادو الخوت كيخدموا غير في المناطق النائيه. يعني الا جيتي انت غادي بغيتي ديرها في دارك غادي تخلص عليها غالي والكونيكسيون راه ماشي هي لا دي اس ال يعني قل من لا دي اس ال وقل من الفيبر اوبتيك. متفقين؟ يعني هاد النوع هذا تقدر تخدم به ملي تتكون وشكون اللي كيخدم به بزاف باش نكونوا واضحين. هادشي ما مديرش لي بارتيكولير مدير لي بروفيسيونيل بليتو ولا لي بارتيكولير اللي عنده شي فيلا ولا شي قنت في شي قرن شي قرطه خنا هادوك هما اللي كيخدموا بهذاك الشيء. سون انت ما عندك ما دير بهذيك ال